معانا السيدة المحترمة أم عمرو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور حسين؟ الحمد لله. ازيك يا أم عمرو؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. تكلمي أنا منين؟ كنت جيت لحضرتك في المنصورة في مركز الحياة اللي في قناة السويس من كام آه سنة. آه كنا فاتحين مركز في قناة السويس، فعلا شارع قناة أنا السويس. كنت جيت لحضرتك. أهلا بيك يا ست الكل، اتفضلي. الله يكرمك. أنا عملت تحاليل يا دكتور وطلعت سرعة الترسيب عالية. طبعا. كام الساعة الأولى وكام الساعة الثانية؟ الساعة الأولى 39 والساعة الثانية 76. ألف سلامة عليكي. طيب وإيه الله تاني؟ يسلم. إيه تاني في التحاليل أو إيه في الشكوى؟ كملي. السكر 7.3، تمام. السكر التراكمي. طبعا. بناخد فأنا إيه بقى؟ يعني بناخد إيه عايزة حاجة للسكر؟ لسرعة الترسيب. بناخد إيه للسكر؟ أنا باخد جلوكوفانس الصبح اتنين وباخد ونص ولا خمسة؟ اتنين ونص لا ولا خمسة؟ خمسة. خمسة. وباخد جليبتوس بعد الغداء، جليبتوس اللي هو الألف. طيب ايه تاني؟ الحمد لله الحمد لله. طيب عايز اسأل حضرتك كام حاجة كده بسرعة. بعد أيوه. الفطار بساعتين السكر بيطلع كام؟ النهارده كان بعد الغدا 226. وحش. بعد الفطار بساعتين كان كام؟ بعد الفطار كان 169. معقول وعايزينه يقل شوية، يعني عايزينه 160، هو مقبول لحد 160 170 يعني. طيب انما ال 226 دي فيها مشكلة. هل كترتي في الأكل؟ هل ما اتحركتيش وكنت متعودة تتحركي؟ هل حد زعلك؟ والله يا دكتور يعني الحالة النفسية الأمر ما بيخلاش يعني. طيب احنا مش عايزين ننخدع الحقيقة بالسبعة وستة من عشرة بتاعت السكر التراكمي، لانها هايلة لوحدها، لكن لما نبص على بعد الغداء بساعتين نجد انها خادعة، لانه بعد الفطار بساعتين كويس، ولسه في داتا تانية ناقصة او بيانات ناقصة تانية ما قلتليش. عري السكر طالع كام يا امي؟ السكر كان طالع النهارده 141. صايم؟ قبل الفطار. معقول، احنا بنقول من 70 ل 140، فانت زي ما الكتاب بيقول مع حضرتك. طيب . احنا حلقتنا النهارده عن الكلى، اطمنت عن الكلى يا امي؟ الحمد لله انا عملت تحاليل كلى الحمد لله. اسمها ايه التحاليل عشان اعرف عملتيها صح ولا غلط؟ عملت يوريا مع اغششك انا وكرياتينين. ايوه انا بقرا لحضرتك من التحليل اهوت قولي. اللي هو سيرم كرياتينين ده طلع 0.95، تمام. وسيرم يوريا. وسيرم يوريا 41 0. 41 ولا من 0 ل 41 طالع كام بقى؟ ايوه 41 0. 41. طيب هو لحد 50، من 0 ل 50 الطبيعي بتاعه. عموما الكلى طالعه كويسه، لكن يظل برضو ما ننخدعش باليوريا والكرياتينين، لان النهارده هقول معلومه ذهبيه ذهبيه. حضرتك اول ما قريت اليوريا والكرياتينين اطمنتي صح؟ الحمد لله. تمام الحمد لله طبعا على كل حال، بس مش عايزنا ننخدع زي ما قلنا ما ننخدعش بالسكر التراكمي، ولازم نبص على الصايم وبعد الفطار بساعتين وبعد الغداء بساعتين. وضربتها بمثل المره اللي فاتت، انا وافكركم اقول لكم ضربت ايه سمعت بالمثل. حضرتك الثلاث اللي اخوات اللي بياخدوا واللي مرتب معاه 10. بالظبط. برافو عليك، انت متابعه البرنامج بقى حضرتك. انا متابعه البرنامج على طول ان شاء الله يا ربي دايما ان شاء الله. الله احنا دايما حد واثنين الساعه 10 بالليل ان شاء الله. ايوه طيب. ايوه انا متابعه، ده انا قاعده مستنيه حضرتك. ربنا يخلي حضرتك يا رب. طيب اقفلي دلوقتي وهقول لك على حاجتين مهمين خالص خالص خالص، وهقول لك دلوقتي ازاي نظبط سرعه الترسيب. الف سلامه عليك. طبعا اول حاجه انا كنت قلت لها عليها دلوقتي، ما نفرحش باليوريا والكرياتينين، لانه ثبت علميا ان اليوريا والكرياتينين ما بيعلوش غير بعد ما ثلاث ارباع الكلى يبوظ. تاني تاني تاني، ما بيعلوش غير لما ثلاث ارباع الكلى يبوظ. طب ما دي مشكله. ليه بقى؟ لان انا طبعا هفضل اتني احلل والاقيها كويسه، فحط في بطني بطيخه صيفي. طلع البطيخه الصيفي اللي حضرتك حطيتها في بطنك، ارجوك ما تحطش في بطنك بطيخه صيفي تاني باليوريا والكرياتينين. امال نعمل ايه؟ احنا عندنا حاجتين تانيين مهمين جدا، واحد اسمه مايكرو البيومنوريا. مايكرو البيومنوريا او بنسميه باختصار شديد كده، يا ترى الكلى بتسرب زلال قد ايه؟ الكلى بتسرب زلال قد ايه؟ ده مهم جدا. الحاجه التانيه اسمها الاستيميتد جلوميريو فلتريشن ريت،
استيميتد جلوميريولو فلتريشن ريت، استيميتد جلوميريولو فلتريشن ريت. النبي عربي يا دكتور حسين الشورى. حاضر. اسمها الاي جي اف ار. بقولنا النبي عربي يا دكتور حسين الشورى. النبي عربي يا دكتور حسين الشورى. حاضر. نقولها بالعربي، معدل ترشيح كل كلى. يبقى الاي جاي من استيميتد، الجي جلوميريولار، اف فلتريشن، ار ريت. يبقى الاي جي اف ار. لو قلتها لبتاع المعمل يا سلام، او لو قلت له بالعربي عايز اطمن على معدل ترشيح الكلى بتاعتي. ده هو افضل حاجه تقيس وظيفه الكلى. يبقى اليوريا والكرياتينين بطلوا. بنبص فيهم، بس نبص لما تكون الدنيا خربت. لكن قصدي لما نلاقيهم واطيين مش معناها ان الكلى سليمه 100%، لان احنا قلنا معلومه مهمه. الدكتور حسين الشورى النهارده جاب لنا معلومه مهمه جدا. ايه هي بقى؟ الدكتور حسين الشورى النهارده قال لنا انه اليوريا والكرياتينين اللي هم كل الدنيا بتعتمد عليهم عشان تقيس الكلى ما بيعلوش غير بعد ما تلات ارباع الكلى يبوظ. طب يعني معناها كل ما يطلعوا كويسين ممكن تكون نص الكلى بايظ وهم ما عليوش. حقيقي. ربع الكلى بايظ وهم ما عليوش. حقيقي. يبقى لازم نذهب لفين؟ للاي جي اف ار اللي هو معدل ترشيح الكلى. بترشح قد ايه كل كلى؟